ونعود إلى التطورات على الحدود اللبنانية السورية، وتنضم إلينا من هناك من رأس بعلبك مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، ما هي تفاصيل الاتفاق المبرم بين حزب الله ومقاتلي تنظيم الدولة، وهل له علاقة بمصير الجنود التسعة المخطوفين؟ بحسب المعلومات زاهر، فإنه تم تحديد مكان وجود جثامين عناصر الجيش اللبناني من قبل عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. في هذه الأثناء يتم البحث عما إذا كان تحديد المكان هو المكان الصحيح، يتم البحث عن هذه الجثامين، ولكن حتى هذه الساعة لم يتم انتشال أي منها. في المقابل تسلم حزب الله أربعة جثامين لعناصر كانوا قد سقطوا عام 2014، إضافة إلى أنه سيتسلم عند انتهاء هذا الاتفاق، أي عند خروج عناصر التنظيم، سيتسلم أحد المحتجزين من عناصره لدى عناصر التنظيم. إذن حتى هذه الساعة السلطات اللبنانية لا تعلم أي شيء بشأن هؤلاء العسكريين، باستثناء أن هناك جثث لهؤلاء لم يتم انتشالها بعد، ولم يتم إدخالها إلى الجانب اللبناني لإخضاعها للفحوص. في المقابل أهالي العسكريين أيضا لازالوا ينتظرون خبرا رسميا، إما من قيادة الجيش وإما من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حول مصير أبنائهم. وبحسب قائد الجيش فإنه في حال لم يتم التوصل إلى انتشال هذه الجثث، أو لم يتم تحديد موقعها بشكل دقيق، فإن العمليات العسكرية سيتم استئنافها ضد عناصر التنظيم الذين لا يزالون في منطقة مرتبية الواقعة بين جرود عرسال وجرود رأس بعلبك. سيتأنف إذن القتال ميدانيا إلى حين إخراج هؤلاء من الأراضي اللبنانية. هذه هي كل المعطيات حتى هذه الساعة. هناك تكتم شديد حول ما يحصل، ولكن هذا ما تمكنا من معرفته من قيادة الجيش. زاهر. نعم جويس الحاج خوري، كنت معنا من رأس بعلبك، شكرا جزيلا لك.